اهلا وسهلا، صباح الخير متتبعي الكرام. اليوم قلنا نمشيو لباليرمو، احنا في مونديلو. باليرمو بعيد علينا بشي 25 هكا كيلومتر. مشينا بالطوبيس، احنا وصلنا جوج طوبيسات في الحقيقة. احنا وصلنا كان الجو زوين، بعض الاحيان كيكون سخون بزاف. المهم درت معاكم، عندي معاكم دويرة في المدينة. انا الهدف ديالي نشوف المدينة اولا، ولكن انا العائلة ديالي كاملة، ولكن انا يا الهدف ديالي هو غنلقى شي حاجة بدون جلوتين، شي حاجة طرية، بيتزا سخونة ايطاليا الاصل حيت ما لقيتهاش بزاف في مونديلو، او تقريبا ما لقيتهاش كاع، ما لقيتهاش. كاينه المكرونيه وهذا، ولكن لا، انا بغيت بيتزا حقيقيه على حقها وطريقه كما قلت لكم. كما كتعرفوا راه ايطاليا مشهوره بيتزا، ولكن المهم غتشوفوا معايا فين غادي نمشي اليوم، فين غادي نقضي النهار. باليرمو زوينه. هو في الحقيقه انا فاش كنت كان باغا نحجز، كنت كنختار باليرمو، هي اللي اختاريت حيت فيها بزاف. ها هي طاحت عينيا على هاد البلاصه، فيها بدون جلوتين. دخلت عندهم سولتهم، هانتوما الشكل اللي كيبيعوه هما بحال وجبات سريعه بزاف، بحال الخبز تاع التوست. هما عندهم غير الخبز تاع التوست، ماشي كومير، ماشي باريزيان، ماشي بيتزا، غير الخبز تاع التوست. حنا كنقولوا لي بوترام، وفيه اللي بغيتي. بالطبع ما بقاش عندي اختيارات، اللحم دجاج لا يمكن، حرام. اذا عندي الطون، تفاهمت معاهم، قال لي ندير لك الطون مطيشه هادي هادي، ولكن قلت نخلي هذا هي الاخر. لا ولا بدا غادي نلقى شي حاجه زوينه. المهم خليتهم احتياط، حسيتو اول وحدين في الصف. المهم في المدينه شارع كبير، كلها عامره زوينه، المآتير في المدينه العاديه، المحلات العادية اللي كيكونوا في اي بلاصه في اوروبا، ولكن زايدين هنا محلات اخرين. كما كتشوفوا غنوريكم، كاين حتى الشوارع بالعربيه، مكتوبين بالعربيه حيت كانوا هنايا الاصل، كانوا عرب ساكنين هنايا. اذا المآتير وهذا، بنتي كتقلب على المآتير وانا كنقلب فين غادي نلقى سينزا جليتينا فين غنلقى بدون جلوتين. واخا كنتصور ومستمتعة بالوقت، ولكن الهدف ديالي الأسمى هو لقى اشنو غادي ناكل. وهاد السفر درتو زعما فريد من نوعه، هذا ديال ايطاليا كما شفتو، اشتركت معاكم، مديت معايا. وحتى ملي كنخرج هكا، واخا عارف راسي غادي نضل نهار كامل، ما كنهش معايا لا خبز لا ماكله لا والو، كنقول انا في ايطاليا، اذا خصني ناكل داكشي سخون، داكشي موجود، داكشي اللي سمعت وقريت. قالك ايطاليا جنة سيلياكي، جنة. اذا داكشي علاش بغيت ندير بروفيتير، بغيت نستمتع ناكل هكشي سخون، نحيد وداك هذيك المعاناة ديال السيلياكي خصو يهز معاه. هذه قلت هنا كما كتشوفوها هو الشارع، صورت معكم بعض الشوارع مكتوبة بالعربية. اذا كان الجو زوين هكا قلت لكم، وحنا نقلبوا في انترنت لقينا واحد الريستوران مطعم بدون جلوتين، وواحد المخبزة كلها بدون جلوتين. اذا هنا في ايطاليا الا لقيتي كتلقى مخبزه كامله بدون جلوتين. قال لك هما كيخافوا من التلوث وهذا. ايوا صافي، شدينا الطريق. اولا قبل بعدا بنتي بغات تمشي لواحد متحف ديال الزهور، ديال الاشجار، ديال المهم واحد الجرده. احنايا وصلنا ليها، كتعرفوا ما كتعرفيش اللغه، ما كتعرفيش الطريق اول مره. المهم كنبقاو بالتليفونات ونقلبوا هذا حتى كنوصلوا. ملي وصلنا هنايا بغينا نخلصوا الدخول، حبسوا بنتي، قال لها لا، حيت ما التست فات عليه 24 ساعه تحليله ديال كورونا. ايوا انا معليش عندي الحق، ولكن ما يمكنش غادي ندخل انا ونخليها وهي اللي باغا تدخل. اذا خرجنا، جاب لحظه جريده صغيره ديال الدوله عموميه بالخلاص، اما هذه بالخلاص كنظن 20 اورو هكاك الواحد.
صافي قلت لها خطرها دخلنا هنايا، ولكن كانت واحد الشمس واحد الشمس، واخا هنا ما بيناش، ولكن دخلنا حتى هما هنايا حابسين، ما كاين حتى واحد مع هذاك الوقت. كانت 11:30 تقريبا 12، عارفه ديك الساعه الوقت الشمس كيفاش كتكون. هي بغات تصور وانا كنقول لها صافي نخرجوا من هنا نمشيو حدا البحر، نخليو البحر الهواء ونجيو لهنا الشواش تيبرد الحال ونرجعو. المهم درت لها خاطرها، صورتها، تصورنا شويه، شافت صافي كما كتشوفوا الدنيا خاويه. صافي هبطنا لشاطئ البحر. هو علاش حنا ما جيناش لهنايا؟ قلبنا لقينا البحر ديال هاد البلاصه ماشي ديال العمان. انا غنوريه لكم باليرمو ماشي ديال العمان، ديال واحد كيدور كيشوف المآتير يشوف المدينة اللي بغى يتقدى، ولكن ماشي ديال السباحة ديال العومة. الناس اللي كيتلاحوا ممكن، حيت كاين هنا الحجر، هنا نوريكم كاين الحجر، اذا ما كاينش الرملة ولا هكا. هكا هذا هو البحر ديالو. هنايا موجود بدون جلوتين، والبحر ماشي زوين. وموندالو شوفوا هانتوما، وموندالو ما فيهاش بزاف بدون جلوتين، او ما تلقيتش بيهم، وسولت سولت بزاف للاسف. ولكن الشاطئ ديالها البحر زوين ديال عمان، البحر نقي. ايوا سبحان الله، الدنيا هي هذه اختيارات. اذا قلت معليش على قبل باش نشوف باليرمو الحقيقي، زعما السنتر فيل، غادي نديرو شي نهار كيما درنا بحال هكا. المهم صافي بقينا غادي نشوفو هاد الفرماسيان الصيدليه. جينا لهنا قلت لكم ضربنا مسافات شي 8 كيلومتر لهاد المخبزه، جينا للاسف لقيتها مسدوده غايبين عطله، ما غيحلو بعد يومين، واحد 23 كنظن. ايوا كان ليا الاختيار هو نرجع لعند هاد الاول. صافي جاني الجوع بزاف وما قدرتش نصبر. راجلي بنتي مشاو لواحد البلاصه اخرى وانايا خليتهم وجيت لهنايا، رجعت عند هاد الاول. سبحان الله كيقول لك المكتب الرزق. هاد الاول قلت لهم يمكن غنرجع عندكم في العشيه، من بعد هما اللي رجعت عندهم حيت ما لقيت شي حاجه، ما عقلتش اش كنت كنهضر ورجعت. المهم قلت لكم الدنيا اختيارات سبحان الله، اما هادي اما هادي. صافي جيت لهنا بعدا وجدوه ليا في ساعة، واخا كنت قلت الحمد لله بعدا لقيتو مع كنت صافي جاني الجوع ما قدرش نصبر. هادشي اللي داروا ليا طون مطيشة وزيت العود وبازيليكم صافي، ولكن كان زوين. واخا كان انا الهدف ديالي شي حاجة اخرى. وجينا لهنا، هادي زوينة بحال قهوة فيها الايس كريم، فيها القهوة المشروبات وفيها الحوايج السكن. اذا مختي ما صورتهاش معكم، كان صاهد وكانت عامرة. اذا خديت من عندهم حتى كليت وخديت هذيك الكيكة ديالي والقهوة، وقلت نذوق هذيك. هذيك هي الوحيدة اللي كانت عندهم بدون جلوتين. المثلجات بالطبع هما بدون جلوتين بالطبع اللي ما فيهمش الحلوى، وخديت هذه معروفة في الطليان، عندنا حتى حنايا هنايا في الاماكن الايطالية. قلت نذوقها، لما لا، انا في بلاصه، قلت انا في بلاصتها. ولكن الكريمه ما عجبتنيش بزاف، هي تقريبا كتشبه الحلوى تاع الغراف ديالنا، هذا هو المذاق ديالها. ولكن الكريمه كتختاري اش من كريمه بغيتي، ولكن ما عجبتنيش بزاف. المهم بغيت نذوقها والسلام. صافي ما صورتش بزاف هنايا، كان الجو زوين وهذا، ولكن كان هذا هو الفيديو. قلت لكم الصيدليه للاسف كيسدوا مع الوحده، انا وقفت حداهم الوحده سدوا. ذكرت لكم الصيدليه حيت هانتوما هذه نقطه ديال المنتوجات بدون جلوتين. هنا في ايطاليا اكثر الصيدليات هما اللي كيبيعوا. للاسف هذيك اللي كانت حدايا انايا فين كنت ساكنه ما فيهاش المواد للاسف. صافي شاركت معكم هاد السياره، عجبتني ديال البوليس، كانت زهر. انا هاد السياره صغار كيدوروا وسط المدينه في المحلات، كانوا شكوا في شي حاجه حدا الزهراء وجاو. المهم كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يعجبكم ودرتو معايا طليله على باليرمو الايطاليه. كنتمنى نكون فتكم وعجبكم فيديو، لما لا، الناس بغاو يمشيو يديروا تما شي دوره عرفوا. شاركت معكم الفلوق ديالي والمعلومات على بدون جلوتين اشنو لقيت، ومازال باقي الخير ان شاء الله.
نخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم فيديو قادم بحول الله.